عاشر أيام الحرب بين البرهان وحميتي، تزايد مستمر في أعداد الضحايا والمصابين. تقابله عمليات نزوح من العاصمة الخرطوم وإجلاء للبعثات الدبلوماسية ورعايا عدة دول. في الحصيلة الأخيرة لضحايا هذا النزاع، أعلنت نقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 273، فضلاً عن تسجيل نحو 1600 حالة إصابة بين المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات في 15 من أبريل الجاري. وأشارت النقابة إلى أن 69% من المستشفيات متوقفة عن الخدمة، حيث أنه من أصل 79 مستشفى في العاصمة 55 مستشفى توقفت عن الخدمة، وحوالي 13 مستشفى تم قصفها و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري نتيجة للوضع الأمني في البلاد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.